أهلا بيك وبيكي في مدرسة المسيح. المدرسة دي بالنسبة لي حلم حلمته سنوات طويلة، والنهاردة بشوفه يطلع للنور. إننا نسجل بالصورة دي الحقائق الروحية الأساسية في حياتنا مع ربنا بطريقة منظمة متسلسلة كتابية واقعية تطبيقية، عشان كده سميناها مدرسة المسيح. مدرسة بندعوك فيها أنك تكون تلميذ، تلميذ بصحيح للسيد والمعلم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في المدرسة دي هندرس 12 كتاب، كل كتاب فصل بيلمس جانب من أهم جوانب مسيرتنا مع الله. تقدر في المدرسة ديك أنك تسجل نفسك تلميذ على الويب سايت باسمك أو باسم مستعار نيك نيم، وبالتسجيل ده تقدر تنزل من على الويب سايت كل الدراسات والأسئلة والشتات اللي أنت محتاج تجاوبها وتبعتها لنا، وتقدر كمان ترسلنا بتساؤلاتك واحتياجاتك، عايزين نقف جنبك ونساعدك بالمشورة ونرد على أسئلتك. ربنا يقودك معانا في رحلة رائعة تكون فيها تلميذ للمسيح. أعزائي أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة المسيح، معنا على شاشات التلفزيون والويب سايت واللي معنا داخل الاستوديو. ما أروع رحلة فيها نتعلم من المسيح، عن المسيح وعن طرق الله في حياتنا. الحلقات دي بنتكلم عن سلطان الله ومسؤولية الإنسان. الله صاحب السلطان وضع قوانين تسمح للإنسان أن تعيش بحرية محدودة تكفيها أن تختار لنفسها سعادتها في هذا العالم وفي العالم الآتي. شرحنا القوانين اللي الله وضعها أو القانون اللي الله وضعه بأبعاده المختلفة. ابتدينا في رحلة للإجابة عن أكبر القضايا اللي بتتعارض مع هذه النظرية. الحلقة اللي فاتت كانت عن قضية الاختيار. النهاردة هناخد قضايا صغيرة بتبان فيها مرة تانية من الآيات اللي بنقراها كأن ربنا بيتحكم كم في إرادة الناس واختياراتهم في الحياة. واحدة من أشهر القضايا ديت موضوع قلب فرعون اللي هنلاقيه على الشاشة دلوقتي. إيه حكاية قلب فرعون ديت؟ في رومية 9:16-18 في جزء من الحلقة اللي فاتت كان في سؤال وجاوبنا عليه بسرعة، قلنا هنناقشه بأكثر تفصيل الحلقة اللي بعدها. بيقول إيه؟ فإذن ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى. وده كان تعليق على الآية الشهيرة بتاعت أرني مجدك، أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف. بولس بيقول إذن يبان من الآية ديت ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل الله الذي يرحم. متوقف على رحمته، مش سعيك هو اللي بيوصلك، دي رحمة ربنا هي اللي بتوصلك. اللي بيأكد الفكرة دي إيه؟ بيقول أنه يقول الكتاب لفرعون أني لهذا بعينيه أقمتك لكي أظهر فيك قوتي ولكي ينادى باسمي في كل الأرض. فإذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء. اتلخبطنا صح كده؟ شايف ناس ايه لطمت صح؟ اتلخبطنا. دي واحدة من أكبر الآيات اللي بتبان إنها ضد النظرية اللي عمالين نتكلم فيها دي. احنا قلنا أرحم من أرحم، ما فيهاش أقسي من أقسي. هنا بقى بيقول أرحم من أرحم وإيه؟ ويقسي من يشاء، يرحم من يرحم ويقسي من يشاء. قسيت مين يا رب؟ قسيت قلب فرعون. قسيت قلب فرعون، وأنا أقمتك عشان أظهر فيك قوتي، وأنا اللي اديك قساوة القلب عشان أظهر مجدي فيك وأضرب أرض مصر بضربات 10. لو كان قلبك لين كنت ضربت ضربة أو اتنين، لكن أنا قسيت قلبك عشان أديهم ضربات عظيمة فيذكر اسمي عبر التاريخ ونقعد نحكي الحكاية دي لغاية النهاردة. ده اللي يبان منين؟ من الآيات اللي إحنا قريناها. حد عنده رد؟ أنا شايف ناس لطمت بس. نقول إيه لآية زي ديت موجودة وكاتبها بولس الرسول شخصيا في رسالة إلى روميا؟ صمت.
نستخدم المايك بليز. أيوة. كنت بتقول قبل في الحلقات اللي فاتت إنه في تدخل من ربنا في وقت معين علشان يصحح مسار مستوى عام، فيمكن دي كانت كده إنه الله تدخل عشان يصحح مسار إيه مستوى عام. إيه الشطارة دي؟ ده الناس متابعة اللي إحنا بنقول. هاي مين عنده رأي تاني؟ إحنا فهمنا قالت إيه صح؟ مين عنده رأي تاني؟ مين يؤكد على الفكرة؟ مين عنده لخبطة جواه من الآية ديت؟ عبر عن نفسك بحرية، فرصتك تعبر عن نفسك وتعبر عن ملايين المشاهدين اللي بيتابعونا. أيوة. شايفة أن ربنا ما كانش عادل قوي يعني في الحاجة ديت، يعني لو كان رقى قلب فرعون دوت ما كانش قصاه، كان ممكن يخلص، كان ممكن يتخلص، ما كانش لازم يموت فرعون. فهو لما قص قلبه هلك فرعون، هو والجيوش اللي وراه، هو والجيوش اللي معاه. فدي تبان فين العدل وفين الرحمة هنا صح؟ ربنا هو اللي قص قلبه، مش ذنب فرعون. مش يقول يقصي من يشاء. اللي بعده. هو ربنا قص قلب فرعون عشان خطر يبين قديه هو عظيم وقديه عمله مع شعب بني إسرائيل. كويس قوي. يعني ربنا خلى واحد يرفضه ويعاند معاه عشان يظهر مجده. شكلها حلو الحكاية دي. يعني أكيد عمل كده بمزاجه، ما ربنا اداله اختيار، مش شرط يكون ربنا قس قلبه بنفسه. ما هو بيقول كده ويقسي من يشاء. لا مش عارف. ما احنا ما نقدرش نمسك آية ونقول مالناش دعوة بالآية ديت، مش عجبانا احنا، كل كتاب موحى به من الله مش كده؟ طب انا عايز اسأل سؤال. ايوه. هو ليه في الانجيل في يعني تناقضات، يعني اللي بتبان لنا ان هي تناقضات؟ ليه ربنا ما يديناش انجيل سهل نفهمه؟ يعني ليه يبقى في آية زي ديت؟ اه صح. ليه ده سؤال هايل، اشكرك. ايوه. برضو في حاجة تانية، انه فرعون كان بيعتبر نفسه اله، فمفروض انه ما فيش اله غير اله السماء والارض، فربنا يرفض ان يكون في اله تاني. يعني استفز ربنا من انه يعتبر نفسه اله. قال حوريك. لا انا ما قلتش كده. ايوه. طب انا هسألك سؤال الاول بعد كده اجاوب على الحتة دي. فضل. هل احنا ممكن نكون فاهمين الجزء الاخير من الاية غلط، اللي هو اخر السطر ده، ممكن نكون احنا فاهمينه غلط؟ يمكن. يعني ممكن اكون انا فاهمه ان الله بيرحم اللي هو عايزه ويقص اللي هو عايزه، مش كده؟ ممكن يكون قصده حاجة تانية. حاجة تانية ايه هي؟ ان الله يرحم من يشاء الرحمة. أيوة. ويقصي من يشاء القسوة. جميلة جميلة. هل عنده رأي كمان؟ رامي. لما قريت الجزئية دي وقريت على فرعون، انا كنتش عارف يعني هل هو كان طيب الاول وبعدين بقى قاسي، ولا هو القاسية دي حصلت مع في الفترة لما حصل المشاكل مع موسى، فتلخبطة شوية في الحتة دي اللي هي السؤال حلو قوي. هل هو كان قلبه لين والله قص قلبه، ولا هو قاسي من الاول؟ عايزين نجاوب. انتوا فهمتوا فين المشكلة؟ ها؟ وعندنا سؤال تاني، هو ليه يبقى في عندنا مشاكل ندور على حل؟ صح؟ صح؟ عايزين نفتكر السؤال ده لأنه مهم قوي. طيب، نجاوب على قصة فرعون دي. نرجع للقصة، مش القصة دي ليها أصل في العهد القديم في سفر الخروج؟ نفهم القصة دي من نحكي الحكاية بتاعتها، ولا نفهمها من عبارة عابرة قالها بولس الرسول؟ لازم أرجع للقصة عشان أجاوب، أفتكر سر الإجابة في العبارة الأخيرة اللي سمعناها. هل هو كان عايز ربنا وربنا قساه عشان يرفض ربنا عشان يتمجد فيه؟ ولا هو قاسي القلب، واسمعوا العبارة دي، والله استخدم قساوته ليظهر مجده؟ فالله بيظهر رحمته على اللي طالب الرحمة، وبيظهر مجده على اللي طالب الايه؟ القسوة. رائحة حياة لحياة ورائحة موت لما. فاهمين بقول ايه؟ القصة هي اللي هتقول لنا، القصة هي اللي بتجاوبنا، صح؟ ليه بيبان في تناقضات؟ لأننا مش بندرس كويس. لو درسنا كويس بنلاقي إجابات، صح؟ فأنا أول ما ألاقي آية زي ديت أعمل إيه؟ روحي أرجع للقصة. نرجع للقصة. ربنا لما قابل موسى وقال له اذهب إلى فرعون،
قال له ايه في بدايه قبل ما موسى يقابل فرعون؟ قال له ايه؟ قال له الايه دي خروج 3:19 قبل ما موسى يروح لفرعون. خلي بالكم موسى لما هرب من فرعون غير اللي راح له، صح؟ اللي رجع له ده واحد تاني، دوكها كان مات، ها ده رجع لواحد تاني هو ما يعرفوش. رجع ربنا قال له ايه؟ لكني اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قويه. يبقى ربنا عارف قساوة قلبه، قال له روح قول لفرعون بس ما تتخضش لما يقول لك لا، لانه قاسي القلب ومش هيسيبكم تخرجوا بايه بسهوله، وانا هضرب مصر ضربات كتيره لغايه لما ينخ، لغايه لما يقول له اخرج يا موسى انت وشعبك. فاهمين عايز اقول ايه؟ لكني ايه اعلم، ربنا بيكلم موسى اعلم، مش انا هعمله كده، مش انا هخليه كده، انا اعلم ان ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قويه. طيب راح موسى لفرعون وقال له اخرج شعبي. الايات بقى خروج 7 فاتت 4 ايات بيقول الكتاب ايه؟ فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم قال الرب لموسى قلب فرعون ايه؟ غليظ قد أبى أن يطلق شعبي. مش هو اللي خلاه غليظ القلب، أنا عالم إن هو كده. ولما راح موسى قلب فرعون حصل له إيه؟ اشتد قلب فرعون. وربنا قال لموسى ما تخافش يا موسى ما تنزعجش، قلب فرعون إيه؟ غليظ قد أبى أن يطلق شعبي. اللي بعديها خروج 7 وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. كل مرة يقول كما تكلم الرب، يعني طلع ربنا عنده ايه؟ عنده حق، طلع ربنا صح، فاهم كويس، شايف كويس. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه الى هذا ايضا، وقال يتفلقوا. خروج 8 فلما راى فرعون انه قد حصل الفرج عمل ايه؟ اغلظ قلبه ولم يسمع له ما كما تكلم الرب. بصوا التكرار، التكرار يعلم ايه؟ يعلم الشطار. لما نقرا القصه ربنا بيقول له موسى ما تتخضش، هو مش هيسيبكوا تخرجوا، موسى ما تزعلش هو قلبه قاسي، واغلظ قلبه وشدد قلبه واشتد قلب فرعون. ربنا ليه دعوه؟ ربنا اتدخل في الموضوع؟ ربنا عمل حاجه ولا هو كده وهو عايز يعمل كده؟ فاهمني؟ دي ارادته الايه؟ دي ارادته الايه؟ الحره، إرادته الحر. بعدين بقى بنلاقي تغيير حصل. فقال عرفون لفرعون هذه إصبع الله. عارفين إنه أول مرة رمى عصايته موسى هم رامين عصيانهم وبقت تعبين، مش عارف ضرب الأرض بإيه، بدم هم ضربوها بالدم، تمام؟ فاهمني؟ لغاية عند لحظة العرفون قالوا لفرعون دي إصبع الله، ده مش ساحر. إحنا عارفين في السحر، يعني لو في السحر كنا نقول لك ده ساحر، كده دي اصبع الله، ده مش فاهم، احنا بنستخدم شياطين، دي بقى مش شياطين، احنا واصلين لاجدع شيطان، لا دي ربنا بقى. يعني العرافين قالوا لفرعون دي اصبع ايه؟ اصبع الله. عمل ايه فرعون؟ اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. يا جماعه الكتاب جميل جمال وبيجاوب على نفسه، بس احنا مش بنقراه. احنا مش بنقراه بالترتيب. احنا مش بناخده حتة حتة. خروج 8 ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعب. شوف كم مرة. خروج 9:7 وارسل فرعون اذا مواشي اسرائيل لم يمت منها ولا واحد ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب. خروج 9:12 بقينا مش عارف الضربة الكام دلوقتي. شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما كما كلم الرب. أول مرة تيجي بعد كم مرة فرعون شدد قلبه وغلظ قلبه وعند. كم مرة جبناها لغاية دلوقتي؟ 5 مرات 6 مرات. وبعدين ظهرت الآية دي. يعني إيه بقى شدد الرب قلب فرعون؟ ما هو قلبه شديد. يعني إيه شدد الرب قلب فرعون؟ تقصد إيه يا رب؟ تقصد إيه؟ في رومية 1 بيقول أسلمهم إلى عناد إيه؟ ذهنهم. أنا عنيد وربنا عمال يليني لأني مش بلين. قال لي أوكي. قال لي إيه؟
لي اوكي انت عنيد خلاص انا مش هساعدك، انا هعمل ايه؟ انا هستخدمك. اقولها تاني انا عنيد وربنا بيحاول يليني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لاني مش عايز الين. قال لي خلاص ايه، انا هستخدم العناد بقى بتاعك. فاقدر اقول من هنا انه اسلمه الى عناد قلبه، اسلمه الى عناد قلبه، شدد الرب قلب فرعون. وبعدين فرعون لما راى ان المطر والبرد والرعود انقطعت عاد يخطئ واغلظ قلبه. لسه هو اللي بيعمل مش ربنا، يعني مش من انف صاعد ربنا بيشدد قلبه، لا بنسمع تاني هو اللي بيعمل مش ربنا. وبعدين ربنا بيقول لموسى فاني اغلظت قلبه وقلوب عبيده عشان اصنع اياتي وعجابي. موسى ما تخافش ما تخافش ما تخافش، ده انا بقى اللي بستخدم العناد ده، ده انا اللي عايز اوريهم انا مين واوري شعوب العالم انا مين. فاهميني بقول ايه؟ يبقى اذا الحته الاولانيه دي هي مفتاح الحل. ارحم من ارحم، ان ناس عايزه الرحمه فبرحمهم، وناس غلاظ القلوب ورافضين الرحمه فانا هعمل ايه؟ هستخدم عناد قلبهم عشان اظهر نفسي. ليه؟ زي ما قالت اختنا، ربنا بيعمل ايه؟ بيتدخل عشان يظهر ايه؟ نفسه، عشان يبقي الحق مرفوع، عشان يعلي المعرفه. ليه الضربات العشر بالمنظر ديت؟ عشان الرب يعلن نفسه مش بس للمصريين ولا لشعبه، لكل شعوب المنطقه. فاكرين رحاب الزانيه؟ قبلت الجاسوسين من 40 سنة حصلت الحكاية ديت، بس فضلت ذكراها ووقع رعبهم على شعوب الأرض. فاكرين الشعب اللي استخبى وتنكر وكأنهم جايين من أرض بعيدة وهم جايين جنبهم عشان ياخدوا الرحمة ويبقوهم أحياء؟ فاكرين؟ من 40 سنة. يبقى ربنا طبقا للقانون بتاعه إن بيديك الحرية، وطبقا لحريتك ومعرفته عنك بيتعامل معاك بحسب رغبتك. رغبتك الرحمة بيتعامل معاك بالرحمة، رغبتك القساوة بيتدخل ويستخدم قساوتك لخير مين؟ لخير الآخرين، لخير. طب هتحاسبه على المرات اللي انت ما ساعدتوش؟ مش هحاسبه مش هحاسبه، فاهمني؟ لأن اوريدي هو دافع ثمن، اوريدي هو غليظ الايه؟ القلب. واضح بقول ايه؟ واضح بقول ايه؟ اذا لما نرجع للآية دي، اذا هو يرحم من يشاء ويقسي من يشاء، اي يستخدم قساوة قلب فرعون وعناد قلبه ليظهر غنى مجده وقدرته الفائقة. مش يقسي بمعنى بيغير المشيئة، يعني مش الراجل ده كان عايز وربنا قال له لا، قول لا قول لا قول لا. فهمتني يا أولي؟ فالقصة بتشرح لنا الآية دي وبتفك الطلاسم بتاعتها اللي تبدو متناقضة مع اللي بنقوله. الله مرة تانية ليحفظ الحق معلن عبر التاريخ وليحفظ حرية الإنسان، بيستخدم طاعة المؤمن ويستخدم أحيانا عصيان الإيه؟ الخاطئ. رائحة حياة لحياة ورائحة موت لموت، وفي الاثنين بتظهر غنى نعمة الله ورحمته على البشرية. واضحة الفكرة دي؟ جاوبناها؟ فاهمين بقول ايه؟ القصة الأصيلة بتفك طلاسم الكوتيشن الاستخلاص اللي استخدمه بولس من العهد القديم. قضية تانية قريبة قوي من القضية ديت، فكرة ان قلوب الملوك كجداول مياه في يدي الرب يميلها حيث يشاء. بيقول أمثال كده 21:3، قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما يشاء يميله. يعني كأن في ناس بسبب وضعها ما عندهاش حرية اختيار، ربنا بيميل قلوبهم حيث يشاء هو. ودي قريبة قوي من فكرة قضية فرعون اللي احنا، ففي آية هنا برضو بتعبر ان قلب انسان في يد الرب مش في ايده هو، مش بيختاره هو. هل معنى ده ان ربنا متسلط على قلوب الملوك وان الناس دي فقدت حريتها بسبب مكانتها، او ان ربنا بيتحكم في قلوبهم لتحديد مصيرهم الشخصي، ام ربنا بيتكلم ان الناس دول بسبب وضعهم الخاص وتأثيرهم في الجموع الله بيستخدمهم لتحقيق خطته،
خطته، فاكرين خطة الخلاص بيقولها ملهاش دعوة بالحرية الشخصية، لكن الخطة الإلهية فاكرين المكون من أربع حاجات، إنه يرسل كلمته ويرسل فداءه ويرسل كنيسته ويحفظ العالم من هلاك. فاكرين الأربع حاجات اللي قلناها دي تدخلات الله في التاريخ، إنه بيستخدم الناس اللي في مواضع خاصة لتحقيق خطته للبشرية دون العبث بإرادتهم الشخصية لخلاص نفوسهم. فاهمين بقول ايه؟ عشان كده حدد قلوب ايه؟ الملوك. فبيتكلم عن صناعة التاريخ، مش بيتكلم على مصائر مين؟ مصائر البشر. زي فرعون، زي فرعون مثلا، مثلا ليه تعاملت معاه بالطريقة ديت؟ لان الراجل دوت معاه بنكتب التاريخ عشان نبقي ال 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 الحق معلن. حقيقة تانية مثل لفكرة قلوب الملوك كهذا والمياه. عارفين لما تولد يسوع المسيح والمجوس راحوا لهيرودس الملك وقال لهم، قالوا له في ملك ولد، وبعدين جاب الكهنة ورؤساء الكتبة قالوا له في بيت لحم، قال لهم دوروا عليه ولما لجدوه تعالوا عشان أذهب لأسجد له أنا أيضا. وبعدين لما راحوا ووجدوا الصبي، ده معناه أنه مبقاش في المغارة، والصبي معناه مش الطفل، يعني ده احنا فاكرين ان المجوس والرعاة دخلوا في الكاش ده، ولا مش عارف اسمه ايه بالفرنسية وبيسموه ايه الايه الكراش دوت، ودخلوا كلهم قبلوا مع بعض هناك، وما حصلش كده طبعا. انتوا عارفين، ها انتوا عارفين ان الرعاة دخلوا يوم الميلاد يعني بعد الولادة على طول، المجوس راحوا بعدها بوقت يتراوح من شهرين لسنتين. عشان كده لما ذبح الاطفال من عمر سنتين فما دون، لانه قدر ان يكون الطفل ده اتولد من سنتين، ده معناه ان دي بعد فتره. عشان كده راحوا لقوه في منزل، مش في المزود. واضح الفكره عايز اقولها؟ واسمه الصبي ما اسموش الايه الطفل، ها. بس دي شويه كلمات كده تعرفنا ان زمن مجيء المجوس لم يكن هو زمن الرعاه وزمن الميلاد. وبعدين ما رجعوش لهيرودس، لان ملاك ظهر لهم ما ترجعوش لهيرودس. هيرودس قام وقتل جميع أطفال بيت لحم من سنة سنتين إلى تحت. قلوب الملوك في يد الله يحولها كما يشاء. ألا ما لعبتش ليه في قلب هذا الرجل ليرحم أطفال بيت لحم؟ يعني أنت يا رب اللي خليته يعمل كده؟ معقول؟ 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 رحيل تبكي على أولادها، ده عشان يتحقق النبوة، يعني عشان في نبوة بتقول كده تخليه يعمل كده، فانت خليته يعمل كده عشان يحقق نبوة؟ لا، النبوة دي شافت اللي هيحصل في كتابته، مش النبوة دي قالت وبعدين ربنا استخدمه عشان يحقق النبوة عشان يطلع ربنا صح، فنموت لنا يجي 100,000 طفل كده عشان خطر تطلع النبوة صح. احنا مرات نتخيل ربنا بالعقلية ديت أبعد ما يكون عن هذا. فإذا قلوب الملوك في جداول المياه حيثما شاء يميل هديت، مش معناه أن الناس دي عرايس في إيديه، وإلي بهيرودس يومها كان عروسة في إيديه، وأن اللي حصل دي كانت مشيئة ربنا، وده أبعد ما يكون أنها مشيئة ربنا، أبعد ما يكون أن دي تكون مشيئة ربنا. معناها إيه أن قلوب الملوك في يد الإله يجريها كما يشاء؟ أن خطة الله لخلاص العالم محدش يقدر يقف قدامها. اختيارك انت لمصيرك البشري في ايدك مش في ايد ربنا، لكن خطة الله للعالم هو المسؤول عنها، ولن يقف ملك او امبراطور امامه. لاجل الصالح العام الله فوق كل عالي عاليا، وفوق الاعلى الله هناك فوقه. واضح الفكرة عايز اقولها؟ فهنا بيتكلم عن الخطة الإلهية اللي تكلمنا عنها في القانون، مش بيتكلم عن مصائر الايه الأفراد. واضح الفكرة؟ واضح الفرق بين الاثنين؟ عندنا مثل فرعون وعندنا مثل هيرودس، بيورينا التناقض الكبير بين الحدثين دول. عشان كده ربنا بيأمرنا أن نخضع للملوك، مش بس الصالحين منهم، لأن الله بيستخدم برهم وشرهم لإبقاء الخطة الإلهية معلنة في العالم. أسئلة؟ هو أنا عايز أسأل، هو لما فرعون كان قلبه قاسي قوي كده
هو اللي كان بيعمله يوسف في الوقت ما كان موجود في مصر خلاص يعني رسالته مفيش، ما هو كان بيثبت وجود ربنا وبيوري قد ايه ربنا يده عظيم، كل ده نسى في لحظتها. سؤال جميل قوي. احنا بننسى التاريخ لما بنحكي عن شعب الله مثلا، وبعدين بيقوم مثلا قاضي عظيم زي شمشون او زي يفتاح او زي جلعاد او زي الاسماء الكبيره دي او دبوره او الى اخره، يقول لك ايه؟ يقول لك ايام القاضي دوت عاش بنو اسرائيل وعبدوا الرب لغايه لما الراجل ده مات، وبعد ما مات حصل ايه؟ نسيوا ربنا وعبدوا آلهة اخرى، وعين يستعبدوا وبعدين يجي قاضي بعدهم تاني، مش كده؟ وبعدين يعيش لهم 20 سنة ولا حاجة أيام حكم القاضي العادل دوت أو الرجل الله اللي بيقودهم للعودة، وبعدين ينسى الناس إيه؟ ربنا. ده اللي بالظبط بيقوله وقت يوسف، بيقول ومات الفرعون الذي كان يعرف يوسف، وجاء فرعون لم يكن يعرف يوسف، ما يعرفش يوسف ولا يعرف إله يوسف، ولقى عنده شعب كبير قوي كده موجودين، قال لك إيه ده؟ أحسن يبقوا أعظم مننا، نستعبدهم ونخليهم عبيد. ما عرفش مين يوسف ده ولا عرف إله يوسف. احنا بننسى ان الزمن له تأثير هائل اننا ننسى الحقيقة، ننسى الحقيقة. عشان كده اذا ما كانش جيل ورا جيل بنسلم الحقيقة يد بيد، بتحصل ايه الحقيقة؟ بتدفن معانا. انتوا عارفين ان التوراة في العهد القديم كذا مرة تدفن وتختفي ولا تعد موجودة، وبعدين ينبشوا ويلاقوها ويبتدوا يقروها. فاكرين وقت عزرة لما طلعوا الشراب والشعب قاعد يعيط يعيط ويقولوا بتعيطوا ليه؟ يقولوا له يا لهوي كل ده ما نعرفوش، كل ده ما عشناهوش، كل ده نسيناه كل السنين دي. فانت بتقراها في الكتاب هنا، الفرق ما بين وقت يوسف وما بعد يوسف سطرين بس، هي في التاريخ 40 سنة 80 سنة. خدش بالك من الزمن، فهمتني؟ عشان كده لازم نخلي بالنا من الزمن. علموا أولادكم وأولاد أولادكم، خلي ابنك أحسن منك مش أقل منك، لو أقل منك اللي بعديه هيبقى أقل منه، فهمني؟ الحق هينزل مش هيطلع، النور هيخفض مش هيزيد. مش دوري أني أنا بس أعيش، دوري أن أعلم أولادي وأسلم جيل يطلع يبقى أحسن مني، عشان الزمن. سؤال تاني. هو البني آدمين حتى لو بعيد عن ربنا مش بالشر، مش بكمية فرعون ده أو بكمية هيرودس، فليه الشخصيتين دول الشر زيادة قوي عندهم كده لدرجة إن الكتاب ذكره بزيادة؟ يعني هو طبيعة الإنسان شريرة قوي كده؟ طب ما في ناس بعيدة عن ربنا ومش بالشر ده كله. متهيألي الكتاب ذكر كل النوعيات مش كده؟ ذكر ملوك أشرار جدا، وذكر ملوك نص أشرار، وذكر ملوك صالحين، مظبوط؟ ذكر نبوخذ نصر في جبروته، وذكر نبوخذ نصر لما اتكسرت شوكته، وذكر نبوخذ نصر لما آمن بالله وكتب جزء من سفر دانيال، جزء من سفر دانيال قصيدة كتبها نبوخذ نصر، تعرفين الحكاية دي؟ فبالتالي احنا عندنا كل السبكترا زي ما بنقول، كل التنوع الهائل في تفاعلات البشر، بس احنا بتعلق معانا الشخصيات الايه؟ الفزة، ها؟ الفزة في الخير داود، الفزة في الشر هيرودس، ده اللي بيعلق معانا صح؟ الاكستريم هو اللي بيفضل في ذاكرتنا، لكن لما بنقرا الكتاب بنلاقي كل الانواع موجوده. يعني كان الطبيعي في الوقت ده ان يكون في ناس اشرار بالشكل ده وزياده؟ هو دلوقتي ما فيش ناس اشرار كده؟ في بس مش واضح. اللي عمله هتلر، كم مليون مات بسبب هتلر؟ في الحرب العالميه الثانيه. ها؟ 46 مليون. متخيلين؟ ولا حاجة هيرودس جنبه ولا نابليون حاجة جنبه. فالإنسان هو الإنسان من بدء الخليقة لغاية النهاردة، والخطية هي الخطية، وقصة البشرية ما تغيرتش.
عشان كده قصه الخلاص ما اتغيرتش والحق ما اتغيرش. سؤال تاني. طيب ما هو لو ربنا بينفع ان هو يتدخل في قلوب الحكومات والملوك والناس اللي في موضع سلطان، احنا ليه بنضطهد وليه بنتعب وليه الكنائس بتتحرق وليه حتى دلوقتي في معظم الاوقات يعني حضرتك بتقول ان ربنا بيتدخل علشان يبقى الحق عالي، علشان يبقى انه طول الوقت ربنا يقدر يحمي العالم من الهلاك ويقدر يحمي ارساليه الكنيسه وارساليتنا كاشخاص. اوكي طيب هو دلوقتي اللي باين مش كده يا بونا، اللي باين انه صوت عدم الحق هو اللي اعلى والهلاك للكنيسه ده اللي باين. متهيألي القصص اللي قلناها ما تتعارضش. هيرودس قصته تتعارض مع اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني لو خدنا بالنا من الأمثلة بنقول الله بيستخدم حتى شر الحكام ليتمجد، لأن الناس دي مؤثرة. الله بيستخدم أكتر، مش قلوب الملوك في يد الله، بمعنى بيغير مواقفهم، مش معناه بيخير اختياراتهم. هو اللي خلى هيرودس يقتل الأطفال؟ لا، لكن بنقول انه الآية دي بتعني الناس دول بسبب وضعهم الخاص الله بيتعامل تعامل خاص في ذلك الوقت عشان يعلن الحق في الخير وفي الشر. كويس؟ يعني أيام الكنيسة الأولى، أيام نيرون، حصل اضطهاد عظيم على الكنيسة ولا لا؟ واحد من الناس اللي راحوا فيها بولس الرسول شخصيا، مظبوط؟ قلوب الملوك في يد الله كجداول المياه. طب ما عملش، عمل كده ليه؟ ساب ليه كده؟ هذا الاضطهاد أدى إلى موت الكنيسة ولا أدى إلى زراعة الكنيسة ونموها؟ وقت دقلديانوس لما حصل الاضطهاد الثاني ومصر أكتر بلد مات فيها شهداء، وقت دقلديانوس عدد شهداء مصر فاق شهداء العالم كله في ذلك الوقت. الكنيسة ماتت ولا الكنيسة نمت؟ مين قال أن الاضطهاد ليس لخير الكنيسة؟ مين قال العبارة دي؟ تاريخنا المسيحي بيقول أن دماء الشهداء هو بذار الكنيسة. مشكلة الكنيسة لما الكنيسة أمام الاضطهاد بتتراجع وبتنكر إيمانها، بتموت الكنيسة. الكنيسة أمام الاضطهاد بتعلن إيمانها، بيحصل إيه للإيمان؟ ينمو. إذن اللي هيحصل في إيد مين؟ في إيدنا إحنا يا كنيسة. مرة تانية مسؤولية الإنسان. نتيجة الاضطهاد خير ولا تدمير، بناء ولا هدم، انتشار ولا انسحاب للإيمان، ده في إيدنا إحنا، ده مش في إيد ربنا، ده رد فعلنا إحنا، ده مش رد فعل ربنا. ربنا جاهز أن يصنع من كل آكل إيه؟ أكل، ويصنع من كل جاف إيه؟ حال اتفقنا، دي في القانون الإلهي، مظبوط؟ أنا بقى هعمل إيه؟ هتجاوب مع ده؟ ولا هقول له لا لا لا، العبل في قلبه وميل قلبه ناحيتنا. مش يمكن مش ده خيرنا الآن، خيرنا الآن يمكن يكون الألم. واضح بقول إيه؟ سؤال كمان. دلوقتي اللي أنا فهمته من الموضوع ده كله، وأنا عايز حضرتك تعقب على الكلام ده، فهمت ان الله سرد القصة دي بالتفاصيل المملة دي كلها وبالدقة دي كلها علشان يفهمنا احنا دلوقتي، ويقول لكل واحد فينا الهك مش هيهمه، من عسكري من جندي من والي، حتى لو وصلت للملك، حتى لو وصلت لفرعون نفسه، انا اقدر انفذ مشيئتي لشعبي في الوقت اللي انا عايزه. بشرط. بايه؟ بشرط. بشرط طبعا. مسؤولية الانسان اللي هو ان شعبي يتجاوب معايا. شرط ان شعبي يقف معايا عشان حياته وشهادته وصلاته يأثروا ايجابيا معايا لاعلان الحق وامتداد الملكوت. اذا شعبي ما عملش كده، ربنا هيعرف ينفذ ارادته؟ ما احنا قلنا ربنا مش هيتدخل رغم عن ارادتنا، فلازم احنا تبقى ارادتنا ان الله يتدخل. برافو عليك،
اشكرك. واضح الملخص اللي احنا قلناه دوت يا جماعه؟ فده بيبين في السلطان الالهي، في مسؤوليتنا. لو دول ركبوا في بعض لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. ابواب الجحيم لن تقوى عليك يا كنيستي. لكن لو السلطان ده موجود التجاوب بتاع الشعب الله مش موجود، ربنا يتحير، يخون كجبار قد تحير، كانه جبار لا، كانه المخلص الذي لا يخلص والجبار الذي يتحير، لانه مستنينا، لانه مستني التجاوب الانساني. اتمنى ان الدراسه دي تستف مفاهمنا وتنور اذهاننا. كميه التطبيقات العمليه اللي يمكن هنقولها في الاخر مهوله لفهمنا الصحيح عن قانون الله وحكمه للحياه، عن الاجابات اللي بتريح اذهاننا وبتدينا الامان برغم الحريه، الامان برغم ان الناس لها سلطان ان تفعل في حدود ما تشاء. ان عندنا الامان وعندنا الطمانينه وعندنا الرجاء وعندنا السلطان الالهي ان مشيئه الله تكون لو احنا ككنيسه تجاوبنا مع الله للاخر. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. واضح اللي هنقوله؟ اعزائي اشكركم عشان متابعتكم لحلقه هذا اليوم في سلطان الله ومسؤوليه الانسان. افتكر عندنا حلقه فضله اخيره في الموضوع ده نجاوب فيها على بعض القضايا التي تبدو من الخارج تتناقض مع هذه الفكر، مع هذا القانون الاخلاقي، وحنشوف ازاي ربنا بيجاوب عليه من الكلمه المقدسه ومن الايات نفسها اللي بتبدو لاول وهله كانها متناقضه مع الحقيقه الاصيله. الى ان نلتقي، ربنا معكم ويبارككم ويحفظ اذهانكم وقلوبكم في المسيح يسوع، امين. مجدست المسيح. عزيزي المشاهد، في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المسيح، وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة ديت اللي بصلي انها تكون نور واعلان في طريق رحلتك مع يسوع. عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت، تحل الامتحانات الموجودة وتبعت لنا الأسئلة اللي أنت مش فاهمها. أنا عارف أن المدرسة دي بتثير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبة لك، وإحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك أنك تعيش للرب بكل قلبك. أمين.